كان بيقود الترومبيت النادي الاساسي الفاتح حسين اللي هو عميد معهد الموسيقى والمسرح الان. السينما فتحت لي خيال. اهم حاجه في الطلائع دي انه في الوقت ده في مايو كان في وزاره الشباب والرياضه. وزارة الشباب جات لقت في مدني في طلايع سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى. بعد ذاك اهتم بانه اعمل شغل الاطفال لانه الاطفال بتشوك لانه بيفاجئوك بانه بيعملوا شغل غير اللي انت بتوقعه. وما يقاموا وزارة الشباب والرياضة لما شافت الحكاية دي نقلت التجربة دي للخرطوم وعملت حاجة اسمها طلايع مايو. كان في حادثة مشهورة جدا حكيتها قبل كده لكن بحكيها لكم تاني. كنت أنا صغير جدا وكان عندي بيتنا يعني ما شاء الله عامر، فكان خيلاني وأولاد عمومتنا بيقعدوا بيلعبوا كشتينة وأنا عمري صغير 4 سنوات، فبسمعوا طوالي يقولوا شيطان الكشتينة، شيطان جوكر. افتكرت الشيطان ده لما عينت للكشتينة شفت فيه الصورة بتاعت الكلاون ده ولا المهري لابس طاقية وملون فيه ألوان كثيرة هنا، افتكرت انه اي شيطان في الدنيا زي ده ما في تاني. بقت دي الصورة الأولى اللي دخلت لي كده وأنا بقيت أفتح خيال وما عارف انه أنا فاتح خيال ساكت، فحسيت انه الشيطان ده حاجة عجيبة جدا. قاموا ربطوا الحاجة دي بحاجة طبعا أصلا متوقعين انه أنا أقوم أربط بيناتهم. لما يقوم إعصار صغير بيقول لك ده ريحة الشيطان، ده صارت اللي بتقوم صغيرة اختلاف الجو في الأرض الجافة والأرض السخنة كلام يقلدونا ده في علوم ذاك. نحن بنشوفه دي خلاص دي ريحة الشيطان، الشيطان دور في حتة زي دي معناته فيها. فأنا عمري 4 سنوات مشيت مدرسة بيبنوا فيها جنبنا اسمها سكة حديد الشرقية، وأثناء ما بيبنوا فيها انا مشيت اتفرج كل يوم بتفرج في العمال اللي شغالين كده. قلت لك ما في اي زول في المدرسه والمدرسه دابه مبنيه نص كده. او انا راجع على بيتنا اشوف لك الحصار دي جاي عليه، بس دقيت لك لخمه شديده جدا جدا. بعد ما كنت بعرف اتكلم كويس خفت خوف شديد جدا لانه الحاجه دي فيها شيطان، والشيطان ده لو جاري بيبقى مشكله يعني. وفعلا تخيل النادى كانه عارفني انا خايف، حس بجما شلق عليه وبس لبتها في الحيطه بتاعت وغمتها. لما فتحت الحصار ده كان لفاني كده ومشى وراي. لما عينت جواه كده شفت لك شيطان الكشتينه وقلت التيتان التيتان وجريت البيت بحمى 104. يلا قروا لي الرغيه وعملوا لي يا عيني يا عيني يا كفر يا شراني، المهم الحكايه كلها ما نفعت. انا لحد ما اخذتها حمتي ومشت هناك انا بقيت معلق مع الشيطان ده. فلما خشيت السينما اول مره ابوي دخلني السينما وقام قعدني في الكرسي اللي قعدت فيه وشاهدت عرفت زين لما مثلت فيه، وانا نفس الكرسي اول كرسي قعدت فيه بعد الالواج طوالي اول صف الكرسي قاعد براو قدامك ما بكون في زول في السينما الناس بتعدي على الكرسي اللي بعدك فما في زول هنا بدارك، فقعدني كده عشان اشوف بمزاج. فاول ما السينما طفت وسامع الموسيقى والغنى والحياه الاسطوانات شغاله ما متخيل انه انا جايبني هنا ليش، بس السينما دي اشتغلت كده ظهروا لك كنود حمر ناس بيوت بعدين ارغام وحاجات كده عجيبه جدا. بس بالراحه قمت لك في الكرسي وطلعت لك في الكرسي وقعدت اكوري كالتيتان. جروا لك لابوي قال له يا اخي الزول ده قاعد يكوري كالتيتان التيتان. لقى لي التيتان في راسك تيتان شنو؟ قلت له تيتان شو الناس زي الجو من وين؟ دقيت لك ناي قام مش جاب لي باسطة وجاب لي الاعلان بتاع السينما اتفرج في الاعلان ده واكل في الباسطة. من الزمن ده كانت ضعيفة قدام حاجتين الباسطة والبنات الحلوات. السينما فتحت لي خيال، بقيت يعني
انا ما شاعر بانه الحاجه دي يعني حاجه بتجودك انه تكون فنان او بتجودك لانه انت تمتهن المهنه دي. السينما بنتفرج فيها وبنجي الحي بتاعنا الدرجه الثانيه، فعادي يعني بتستمتع بالافلام، بيجينا نعرف القصص، بيجينا نعرف الافلام ذاتها انها مختلفه. في افلام بوليسيه، في افلام بتاعت اكشن زي بتاعت افلام الويسترن الامريكي، افلام الغرب الامريكي، وفي افلام بتستند على قصص حربيه وتاريخيه، وفي افلام بوليسيه، وفي افلام بتاعت محاكم. يعني بيجينا نعرف نقص اختلاف القصص، وبيجينا عارفين انه يعني واحده من الحاجات الجميله انه السينما في الوقت ده كانت منظمه، السينمات كانت بتعرض الفيلم لاول مره. الافلام الهنديه، الافلام العربيه، الافلام اللي بتجي من شركات ثانيه. ليكوس هنا بيستوردوا الافلام بتاعت ثلاثه شركات الكبرى كان الوقت ده، مترو جولدن ماير وورنر برازا وفوكس. فكان الافلام بتعرض في سينمات الخواجه ما اللي بتعرض في السينما الوطنيه. وفي نفس الوقت البرنامج بتاع السينما معروف، يعني يوم الخميس للسبت افلام بتاعت اكشن، الاجازه بتاعت نهايه الاسبوع دي، يوم الاحد فيلم بيكون اجتماعي قصه فيلم كده، يوم الاثنين فيلمين في بروجرام واحد، زورو وطرزان ثابته دي. طبعا طرزان انا سحرني جوني ويسمولر الروماني بتاع السباحه، استغلوه عملوه طرزان الامريكان، وبيجا واحد من انجح طرزانات في 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 بلاد الطرازين بتاعتنا. اليوم الثلاث فيلم عربي، يوم الاربعاء فيلم هندي. الفيلم الهندي ما لقى رواج الا بعد سنوات لما السينما الهنديه تغيرت من السينما التقليديه الى السينما بيسموها بالسينما المقابله. وهنا تغيرت السينما. لكن الحاجه المهمه اللي كانت الحاجه المهم في المساله دي انه فتحت لي باب بتاع تصور. يعني انا في لما وصلت ثانيه اولى وثانيه تاني بقيت خلاص بعرف القصه بتاعت الفيلم. فلما نجي الحي الاولاد بيقول لي يا اخي امبارح الفيلم كان شنو؟ انا ما بكون مشيت السينما. فاقوم بحكي لهم قصه من خيالي. اقول لهم بطل عامل كده وقال شنو كده وعمل عمل عمل، بحكي قصه من خيالي ساكت. وبتكيفوا جدا جدا. لقيت لك القصص دي ماشيه. لو خشيت السينما ولا ما خشيت السينما انا بقول قصص. قام في سنه ثانيه كتب المطالعه زمان كان المنهج بتاع التربيه والتعليم كان منهج كامل وشامل، وكان منهج يعني بيغطي كل الحاجات الاساسيه. يعني اي كتاب بتاع مطالعه فيه بتكون قصائد شعريه، فيه مسرحيه شعريه، وفي مسرحيات عاديه في اي كتاب مطالعه. الحاجه دي ما كانت ساكت. عشان كده لما جينا في تانية عملوا لنا مسرحيه في اسمها النمر الراهب والنمر. يعني القصه دي كانت في كتاب المطالعه بالشعر كده. فقام الاستاذ اختارني انا ده، قال لي تمثل الراهب ده. قلت امثل الراهب، وشرح لنا القصه وقريتها قريتها قريتها. لما النمر ده نط لك فيني انا قمت خفت لك خوف مبالغ فيه كده، شفته في السينما في الافلام العربيه والهنديه ده بيعملوا لك كده، وقمت وقعت لك في الوطن قدام الفصل. لما الطلاب كلهم وقفوا عيوا لي الاستاذ قال صفقوا له. وانا ما اعرف، انا طبعا مثلت ابيخ تمثيل في التاريخ، لكن ديك شافوا لك حاجه كده يعني فيها ابداع ما متناهي. يا اخي ده مثل كده ووقع عليك هناك. قال لي شفتوا ده؟ لانه ابوه في السينما قاعد يشوف التمثيل، عارف تمثيل. وانا بعد ذاك لما اكتشفت التمثيل اللي مثلته انه كان مبالغه وفيه اداء مبالغ فيه، وكان عوارة يعني العوارة بيقول لك في شعر بين العوارة وبين الكوميديا. فنحن انا وصلت الحته دي. فالحكايه دي بقت استهوتني جدا بعد السنه ده والصفقه دي استهوتني جدا. فبقيت طوالي في جمعيه بتاعت التمثيل. اي مدرسه مشيت انا عملت يا اسست جمعيه التمثيل يا كنت العضو رقم واحد في جمعيه التمثيل. عشان كده لما وصلت الثانوي أنا قبل الثانوي عملنا جمعية كبيرة جدا جدا اسمها طلايع،
الطلاعة دي مهمة جدا لحاجة واحدة، لأنه لما عملنا الطلاعة دي أنا كنت دخلت المعهد، كنت في سنة أولى، لكن نحن عملنا مجموعة طلاع كان زمان في اتحاد الشباب السوداني في كل غرية في كل مدينة في كل حي، وكان عنده نشاطات بيقدموها للأطفال والشباب، فتكونت مجموعة طلاع في الدرية الثانية اسمها طلاع الدرية الثانية. الطلاع دي فيها يعني بنجيب الأطفال، فكان معظم ناس بيتنا فيها مشتركين فيها، وبالتالي كان لابد أن نعمل لهم برامج، بنعمل سوق خيري، بنعمل حفل لساهر، بنعمل حفل ختامي كله بداية موسم مدرسي ونهاية الموسم المدرسي، وبالتالي لازم نقدم فيهم تمثيلات، وكنت بعمل المسرحيات دي كلها بشتغل أنا. نحن كنا ثلاثة، أنا وعبد المنعم عبد الرحيم ربنا يطراه بالخير حسي في أمريكا، ومامون الشيخ دكتور مامون الشيخ في الخليج هنا، يعني كنا بندير هذه. أهم حاجة في الطلاعة دي إنه في الوقت داك في مايو كان في وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب جات لقت في مدني في طلايع، طلايع الدرجة وطلايع المزاد. طلايع المزاد دي مهمة جدا، لأنه الناس اللي كان بيقودوا الترومبيتات كان عندهم بيمشوا المرشات بالترومبيتات، كان بيقود الترومبيت النادي الأساسي الفاتح حسين اللي هو عميد معهد الموسيقى والمسرح الآن، لما كان طفل كان بيعزف ترومبيت وبيعزف جيتار وبيعزف آلات موسيقية كثيرة جدا، فكانت فرقة مميزة جدا، خلتنا نحن برضو فكرنا نعمل مجموعة بتاع الطبول كثيرة نقود بها المارش بتاعنا. ما يقام وزارة الشباب والرياضة لما شافت الحكاية دي نقلت التجربة دي للخرطوم وعملت حاجة اسمها طلايع مايو، بس نحن طلايعنا كان بيلبسوا أبيض وأزرق وديك طلاع ومنديل أحمر، وديك طلايعهم بتلبس أخضر مع خط أحمر والمنديل بتاع أخضر، لكن هذه الطلايع قدمت لنا حاجة غير مسبوقة، إنه نحن بقينا نعرف نألف مسرح مسرحيات قصيرة، بقينا نعمل مسرح للأطفال، ودي الحاجة اللي خلتني أنا بعد ذاك أهتم بإنه أعمل شغل للأطفال، لأنه الأطفال بتشوك، يعني الأطفال قدر ما تراهن عليهم هم أنت بتخسر الرهان، لأنه بفاجئوك بإنه بيعملوا شغل غير اللي أنت بتوقعه. وفي ناس كثيرين بيفتكروا الأطفال دين ما بيعرفوا أي حاجة، في الوقت اللي إنه الأطفال الآن بيعرفوا أي حاجة، فعشان كده ما تتعامل معهم بجهل، تتعامل معهم بحذر، تتعامل معهم بفطنة، إنه دول زي ما قال معنى الحديث الشريف إنه دول مخلوقين لزمن غير زمننا نحن، فبالتالي هم عندهم طرقهم، عندهم أساليبهم، عندهم الطريقة اللي حيمشوا فيه ويخطوا بيه حياتهم بصورة غير حياتنا يعني. فالليلة أنا أطفالنا بيعرفوا يجمعوا المعلومة في ثانية، نحن كنا بنجمعها في وقت كثير جدا، بنجمعها في من الصف في المكتبة بتاعت المدرسة، المكتبة بتاعت الصف، ودي حاجة برضو مهمة جدا أنا بتمنى ترجع في أي مدرسة الآن. زمان كان بيطلبوا مننا 5 قروش، 5 قروش دي حاجة مبلغ خرافي طبعا، لما تعرف إنه نحن بدونا الفطور قريش واحد، 5 قروش دي بتاعت 5 يوم فطور، فالمدرس بيجي يجمع مننا 5 قروش دي كل الفصل، وبيمشي المكتبة بيشتري لنا كتب جديدة، وأي فصل فيه دولاب، الدولاب ده فيه مكتوب مكتبة الفصل، بتخد فيه الكتب دي، الكتب القديمة بيخدها تحت، الكتب الجديدة بيخدها فوق، انت بتجي تقرأ الكتب دي، كتب كثيرة يعني، كتب قصص ناس كامل الكيلاني والمكتبة الخضراء، وكتب للمعلومات، وكتب في التاريخ، وكتب في الجغرافيا، وكتب بلغة إنجليزية، يعني انت بتلقى المعلومات في المكتبة دي. حسي الولد هو شايل التلفون بتاعه بيدخل جوجل بيطلع لك المعلومة الدائرة وبيمشي طوالي، وبعد ذلك بيطلع اللعبة اللي عايز يلعبها ويواصل. فالحاجة دي حاجة مهمة، نحن دايرين أي فصل يكون فيه مكتبة، وأي أسرة تعلم أولادها يقروا من صغار، القراية مهمة جدا مهما كانت الحياة تطورت، لكن القراءة هي الأساس. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية البلد المعرف منك اتنين والناس كلها مساوية لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بك وانا
انا شايفك من اجمل زاويه.